رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة في تركيا والعديد من الملفات المشتركة على طاولة البحث، على رأسها الوجود العسكري التركي في ليبيا وملف المرتزقة. وقد أكد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البلدين ملتزمان باتفاق ترسيم الحدود البحرية لعام 2019. هل يوافق الأفرقاء الليبيون على هذا الالتزام؟ وهل تحل زيارة الدبيبة لتركيا الملفات العالقة بين البلدين؟ وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مع الدبيبة سعي أنقرة لتحقيق السلام في ليبيا ودعم العملية السياسية الجارية في هذا البلد، مشيرا إلى استعداد تركيا المشاركة في عملية إعادة الإعمار. معنا الآن من بنغازي الكاتب والباحث السياسي حسين المسلاتي. أستاذ حسين مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. لافتة هذه المواقف التي صدرت من الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات، اتفاقات عام 2019. هل برأيك اتفاقات 2019 ما زالت سارية المفعول في هذا الوقت بالتحديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعتقد بأن حكومة دبيبة أو ما تسمى في ليبيا الآن بحكومة الوحدة الوطنية للأسف تسير على خطى ونهج رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج في الإذعان وفقدان الشخصية صح التعبير أمام تركيا. أعتقد بأن الوفد الذي ذهب إلى أنقرة اليوم حتى بتشكيلة الوفد وحجمه أعتقد وما رشح من هذه الزيارة وما تسرب منها حتى الآن، أعتقد أن نسير في طريق خاطئ للأسف. ويبدو أن الإملاءات التركية وتدخلها في الشأن الليبي وسيطرتها الكاملة على الحكومات الليبية المتعاقبة ما زال موجودا. الدبيبة الذي تقريبا انتقل إلى أنقرة الآن ب 16 وزير للأسف لم يزور ثاني أكبر مدينة في ليبيا وهي مدينة بنغازي، وهو مؤشر سلبي للغاية. هنا في ليبيا أعتقد بأن هناك الكثير من الاحتقان والكثير من النقد على هذه الزيارة وإغفال لمدينة زي مدينة بنغازي أو مدن المنطقة الشرقية بشكل عام، وعدم تفعيل الديوان في المنطقة الشرقية والديوان في المنطقة الغربية، وكل وعود دبيبة للأسف ليحاول من خلالها حل الأزمات والاختناقات المحلية ذهبت أدراج الرياح. دبيبة الآن موجود في تركيا بوفد وزاري كبير أكثر تقريبا من 16 وزير. للأسف في المؤتمر الصحفي أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي أبدى مواقف عدائية واضحة جدا ضد القائد العام للقوات المسلحة وضد الحكومة السابقة. للأسف دبيبة لم يحرك ساكنا، لم يعلق، وكان حتى من المفترض أن تكون هناك تفاهمات دبلوماسية قبل المؤتمر الصحفي. طيب، بأن نحن نفتح صفحة جديدة في ليبيا، صفحة حكومة وحدة وطنية، توحيد المؤسسات، نحاول أن نتوافق، نقرب المسافات ولا نبعدها. للأسف يبدو أن تركيا ودبيبة هم في عجلة من أمرهم للاستفادة من الوقت لصالح تركيا. تركيا تحاول أن تستثمر وتستغل تدخلها في ليبيا وتستثمر وجود دبيبة في هذه الفترة قبل الانتخابات لجني الكثير من العقود والأموال. سنتحدث بعد قليل عن دور تركيا في المرحلة الحالية في ليبيا، ولكن هل الموقف الذي أعرب عنه السيد دبيبة اليوم في تركيا في محادثاته مع المسؤولين الأتراك يعني يلقى إجماعا في لدى السلطة التنفيذية الجديدة، لدى المجلس الرئاسي؟ هل هناك إجماع على المواقف التي سمعناها اليوم من السيد دبيبة في تركيا؟ شوف، سوف أجيب على هذا السؤال من جانبين. الجانب الأول هو في إشكالية حتى في التمثيل الخارجي. إذا ما اطلعنا على خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في جنيف، أعتقد بأن نصوصها واضحة أن اللي يمثل السياسة الخارجية للدولة الليبية
هو رئيس المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي مجتمعا هو اللي يرسم هذه السياسة بشكل عام. أعتقد بأن زيارات دبيبة بشكل عام لتركيا ولغيرها تعطي علامات استفهام وعلامات تعجب غريبة. من يمثل الدولة الليبية؟ هذا هو السؤال العريض، هذا السؤال رقم واحد. إذا ما هو دور رئيس المجلس الرئاسي؟ رقم اثنين باش نقوله، ان هل ما يتم التوافق عليه يمثل، خليني نقول ان صح التعبير، الأمة الليبية؟ ليس هي القصة ليس في غياب رئيس المجلس الرئاسي اللي حسب الاتفاقات هو اللي يمثل السياسة الخارجية لليبيا. أعتقد من هو ما في توافق ولا حوار حتى مع مجلس النواب، باعتبار هو أعلى سلطة تشريعية في ليبيا حتى الآن. يعني مجلس النواب هو اللي أعطت الشرعية لحكومة دبيبة. هل تواصل دبيبة مع هيئة الرئاسة، ما بيش نقول رئيس المجلس مستشار عقيل الصالح، هل تواصل مع هيئة الرئاسة بشكل عام؟ هل تواصل مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي حتى يقوم بهذه الزيارة ويوقع هذه الاتفاقيات ويرفع التبادل التجاري لأكثر من 5 مليار دولار؟ أعتقد بأن هذه السياسات منفردة يقوم بها دبيبة تمثل التيار للأسف الذي يسير دبيبة أو دبيبة ينتمي له، وهو تيار تنظيم الإخوان المسلمين. أنا من وجهة نظري بأن كل هذه الخطوات هي خطوات سلبية، وأعتقد بأن تخلينا نشكك في مستقبل دبيبة في إدارة المرحلة في الفترة القادمة. أستاذ حسين دالي، أسألك عن الطريقة التي تتعاطى بها تركيا اليوم مع الشأن الليبي. هل ما زالت تركيا تتعاطى بالطريقة نفسها التي كانت تتعاطى بها خلال فترة حكومة الوفاق، حكومة السيد السراج، أم أن الوضع اختلف الآن بعد خارطة الطريق، بعد وجود سلطة تنفيذية جديدة، مجلس رئاسي جديد؟ هل تغير التعاطي التركي برأيك مع الشأن الليبي؟ لا، للأسف يبدو أن التغيير حتى وإن هو موجود أو سيكون، يبدو أنه سيحدث ببطء شديد. تركيا تحاول أن تستثمر تدخلها في ليبيا بأكبر قدر ممكن، وتحاول أن تحصل على كل شيء. شوف، راه تركيا هي تعرف بأن إخراج المرتزقة هو تحصيل حاصل لأسباب كثيرة، منها الضغوطات الدولية، الضغوطات الأمريكية، الضغوطات اللي تحدث من أوروبا، من دول الإقليم، ومنها مصر. هي تعرف بأن إخراج المرتزقة سيتم وستجبر على ذلك، ولكن هي تحاول أن تعطل هذا الموضوع وتعارق له، وتحاول في بشكل متوازي أنها هي تحصل أو تجني ثمن تدخلها من خلال عقود بمليارات الدولار. دبيبة يعطي في وعود بأن مشكلة الكهرباء ستحل خلال 6 أشهر. أعتقد بأن كثير من هذه العقود ستذهب إلى تركيا. إذا تركيا هي واقعة تحت ضغوط، وهي تعرف ذلك جيدا، ولكن تحاول أن تعرقل رقم واحد حتى قبل الانتخابات في نهاية العام الجاري، وتحاول أن تستثمر هذه الفترة خاصة في وجود شريكهم عبد الحميد الدبيبة. طيب أستاذ حسين، في الوقت المتبقي إذا سمحت لي باختصار، يعني اليوم سمعنا من خلال التصريحات سواء من الجانب التركي أو من جانب السيد الدبيبة على مسألة التمسك باتفاق ترسيم الحدود البحرية، لم نسمع على الأقل لم تنقل وسائل الإعلام أي شيء عن الاتفاق الأمني. هل برأيك الآن التركيز على الجانب المتعلق بالحدود البحرية ووضع الأمور الأمنية التي تم الاتفاق عليها في الماضي على جنب في المرحلة الحالية على الأقل؟ نعم، هو التركيز على الاتفاق البحري له أسباب. أولا، الدبيبة يرى في أن عنده مساحة يتحرك فيها في هذا الاتفاق، باعتبار أن لا توجد التزامات دولية تمنعه من ذلك. يعني حتى بعد التقى مع رئيس الوزراء اليوناني، وطلب رئيس الوزراء اليوناني من الجانب الليبي أن يتعاونوا في ترسيم الحدود ومراجعة كل هذه الاتفاقيات، هو يتحجج بأن يبحث عن مصلحة ليبيا، أين توجد مصلحة ليبيا؟ هذا رقم واحد. إذا دبيبة لا توجد هناك اتفاقيات تلزمه بأن يتراجع عن هذا الاتفاق، فهذه مساحة يتحرك فيها.
أما الاتفاقات الأمنية فهي محصورة، أولا محصورة باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي، محصورة في الضغوطات الدولية اللي تطالب بإخراج القوات الأجنبية وإخراج المرتزقة. إذا أعتقد بأن الاتفاق البحري بالرغم من عدم شرعيته بعيدا عن مصلحة ليبيا، سواء مصلحة ليبيا فيها أو لا توجد يعني عندها في مصلحة أو ما عندهاش، ولكن هو هو لا يكتسب شرعية باعتباره لم يتم المصادقة عليه من مجلس النواب. أعتقد بأن هم سيرين في هذا الاتفاق، ولكن يحاولوا يراوغوا ويستثمروا الوقت في بخصوص الاتفاق الأمني وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يحاولوا استثمار ذلك بجني الكثير من المليارات والعقود لصالح تركيا، وهذا أسف بعيدا عن المصلحة الليبية. هم ما يبحثوا عن مصلحة ليبيا، هذا الواضح للأسف، أو المصلحة الإقليمية، ولكن هم يشوفوا في مصالحها المشتركة بمنظور ضيق، ولا نعتبره من منظور تنظيم الإخوان المسلمين ليس إلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين المسلاتي، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من بنغازي.